dugsiyada al irshad al irshad iskuul billahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashraf al anbiya wal mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'izzai al talibat wa al tulab dhamaan ardayda wax ka baratay dugsiyada al irshad inamay hablaba aadiyad baan idin salaamaya waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak meel kasta oo aad joogtaan. Maadadaynu qaadanaynaa maanta insha allah waa luga alcarabiya fi saf asaadis icdaadi. Darsigaynu qaadan doono waa alghaniyu walfaqiir, marka taabicu darsigu insha allah waa casharkeenii hore ayuu lasii xiriiraa. Sidoo kale insha allah maanta waxaan isku dari doonaa su'aalaha qaybta hore بإذن الله تبارك وتعالى. صفحة هذا مركا أتكوض صعن كوض صعن كرنا وحويه وقول شن يتبان وقول تضبي يتبان مدرس كما جدنا وأني وأهم عن أحمد بدري كسر لو هذا عرضي وهي هي ثانيا هروب صار من 10 كاني الغني والفقير لبني بوكه اللي نين غنية ينين مركا فقيرة لبعض نين مركا وودع عبانيين مد والبو حبوك عبانيين حنون كودا سيسكو ميد بوها ميد كان غنى ونكا نغنيقا وحاوي سهيا سيدا داركي سيان علوشا نكا نوانيكي فقير كاها إساقنا سيدا وكلا وحوي سهيا علوشا مركا وحي كود عباني اللبد وذب علوشا لكن غنيقا وحاو لا عباني إساق علوشا وقا عباني وحاوي ودرق حدافة نكا كلا إساقنا فقير كاهنا علوشا وحاو عباني أما ويسهيا وحاوي قاجا وذيد سيدا عشر كي هرو صوتي ماني بإذن الله تعالى ما أنت بل أنت عشر كأنه واحد أيام لما يصير دورنا كسر دواء الأرضي إلى صعب إن شاء الله. خلق الله الناس كلهم إلى هاي سبحانه وتعالى وحقوك أبو ردتك أوضا من ضينة واحدة لو بكليات لا فرق بين غنيهم وفقيرهم وحفرق هو دحي مجر مركا دتك كوكو ذا غني أح يكو ذا مركا فقير كاه وحفرق وبحيه مجرو لانهم الهي سبحانه وتعالى وحو كابوري من ضينه واحده دوبا كلي الهي سبحانه وتعالى كابوري بلا ذنك. فمن العجيب كاتبك قصد انه قري وحو لي هذا وحا لا ياب له ان يتكبر الانسان وقف كانسان كاه انه سكبريو على اخيه الانسان ولكي سكلا اي مركا انسان كاه اي بلا ذنك وهو يبدد او داداديو الاموال حولي زنا مركا إنو ضاضابيو وأخوه والحال استغو مركا أخي ولالكي ساقفكا مركا غنيقا هي فقير كان يعيش ودنولي هي عريانة استغو مركا أردا ويتضرر لدباتي سنيهي ولدباتونيو جوعا من الفقر قاجو معناها فقر درادي وحو فقر كقبو ومركا لدباتي سنيهي قاجو يبخل عليه وحاوك بخيليا ببعض ما أنعم الله به عليه ببعض ما وحكم ذا وحي إلهي سبحانه وتعالى ونعميه نكا مركا غنيقا. إن الغنى هذا بوحوي فضنت النمضو لا قيمة له وحقيمة إليه مجرته ما لم ينفق انت أن وقفك كبحنين منه في طرق الخير ودونك خير كأي وناكسا هدي قفك مركا أن استعمال فضنت النمضي ساسي وحفا إذا وإلا إذا هم مجرته. فقال رسولك إن الله عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح مال با وناكسان هذي مال معناها قفك أنك وناكسان إيه صالحة إيه قعنتي سمرك إيه كجرت نكاس مال كاسا وناكسان هذا رسولك الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قفك سمرك قفك وناكسان مركا هنتدى أما مالك إله سبحانه وتعالى قعنت أقليه وحاوي ينوحي كبحين يا دمان ودوينك خيرك أيو كبحين يا حمرك أوليه هاي إن الغنى لا قيمة له غنى نمضو وح معناها قيمة أي كفر إذا مجرته ما لم ينفق منه أنت عن قفك كبحن في طرق الخير ودونك خير كهدان قفك واستعمال وحمرك قيمة إلا إذا مجرته ويمنع وآن أديدين به وغنى نمضاس ذل السؤال سؤاش يباهذا ذل نمضا إلا إذا هاي عن الفقير قفك فقير كهدي آني كعلنين أما آني أديدين. وإن الله الله سبحانه وعد وحب الله قاضي
الأغنياء مركا دتك هضن كإلهي سبحانه وتعالى وحو بلن قاضي بالجزاء أبا المرين با إلهي بلن قاضي على ما يقدمونه وحي مركا يهرو مرصدان أي معناها قبحيان أي سيان للمحتاجين دتك مركا باهن إلهي سبحانه وتعالى وكيلها ما عندكم ينفد وما عند الله باق وح معناها بحسان أكتين وح أهي يالي معناها مال إيه هنتي أو حال هيستان ودماني بقى إلهي سبحانه وتعالى مركا محاها ريا وحي إلهي أضعك لقتان سبحانه وتعالى إلهي درتي أضو بحسان أيا باقي ذي أهاني وإيه هدين وكسعنو تدريبات أيا نسكو دردونا إن شاء الله مركا وحا لذلك قبل أهي دمانتي بين سؤالها كسو شقيسان بإذن الله تبارك وتعالى أجب عن الأسئلة الآتية كجواب سؤالها سو صعدة كيف كانت حالة الفقير سيدي باي هاي نيكي فقير كا حالة دي سيدي باي هاي لابو ما الذي كان يشكو منه محوها وحي مركا وكعبنا يي وكعبنا يي نيكي ذلك الصديق الغني نيكي مركا تاجر كا هاي غني كا وحي وكعبنا يي محاي هاي سدح كيف صور الكاتب سيدي باي صوري نيكي كاتب كا هاي قصة إنو قري الغني البخيل نيكي غني كا هاي بخيل كا هاي سيدي بو مركا شيكاد إنو صوري حالة دي سيدي هاي أفر ما جزاء من يرحم المحتاجين في الأرض وامحي أبا المركود أبا المرنتود وامحي كو مركا أن حريص دادك مساكين تاه أبا المرنتود محي نغني ساعة شن لماذا أصيب الغني محو أقول عي مركا نكي غني جاها بالتخمة على الحنونك أما واحد عقرنك لو يقانا محو أقول عي وماذا كان يجدر به محال لقد بونا سئن وصمئيو واي ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في مكانها المناسب من الفراغ وحوي ما لها بن بنان وحد كوب واحد انت كلمة ده هنلاقوسية كلمة ده هاي ستو حويان واضعا برجل بطنه سألته ألما مركا وحوي ما لها بن بنان بتكوب واحد انت سؤال شكواد مررت ليلة أمس داش داش بائس فرأيته داش داش يده على داش داش انت ستكون بحبوح النساء ان شاء الله تسدحات حولك كأنما يشكو داش فرثيت لحاله وداش عما حدث له طبعا مركا 10 كيبة صواخي دمت ان شاء الله كدي من واتري دمت سؤالها جوابه طيب طلبات بحال يقولي رتب الكلمات كلمة ده هنسكت توسي وسكو باك في كل سطر سطر كستاي مما يأتي أساس صعدة لتكون جملا مفيدة سيقول نقطة مركا جملة وحفايدين نساء marka mid ugu horreysay ku shaqeynayna ee saddexdaad nambar idinka la idin deenaya waxa uu la siiyay marka baa'isan ams laylata bi rajul marartu marka hadii taa ka wadaan isku dayno waxay noqonaysaa marka aan qorayno qaabka aan qorayno waxay noqonaysaa sidatan marartu laylata ams bi rajul baa'is wa taa ka wad weeye insha Allah kuwa kale inaad ka soo shaqeyso marka isku day waay hay إذا مركا ودن بيسا وحوين عشر كان إن شاء الله ما أنت إن كتو قبل قبيننا وحوي حول الأفعال الماضية أفعاش مركا ماضية وحد بدشها في الجمل الآتية أي جملة ذهن صوص عدا كجرة إلى أفعال مضارعة وحد بدلسة فعل مضارع بدو بدلسة طبعا مركا أفعاش ماضية هو كوا وهر كلمة يكون بالله من جملة ده جلس ذهبت ارتجف نام انت هزوح نقول سوا افعال وماضي وحال دوني مركا ينادو بدا شفيع المضارع مركا تنكواد بينك شقيني سدح ذكرنا ذيك لقار بينك كسو شقيس تنكواد وحاولي جلس الغني امام بيته مركا مضارع اذا محمحو نقول يا يجلس الغني امام بيته ان شاء الله تعالى انت كلايك وحكتنا كهو سيسا وحال قادوني انك كسو شقيسو درسيغان درسيغ حيغ انتين كل مين ان شاء الله تعالى وحين يقول عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوكسيادا الإرشاد الإرشاد اسكول